نياتي، أنا عايشة. وأبي مانو عم يتنفس كمان. ما كنت رح اسمح يصير له شي طالما أنا هون، ورح ضل عم أحميه. الناس بالعادة بينسوا إنه يلي بينقذ حياة الناس أقوى من يلي بيقتل، أقوى بكتير. في أبي مانو، يلا أبي مانو، في أبي مانو، في أبي مانو، شو رح ساوي؟ ما رح اسمح يصير لك أي مكروه. أنا أنقذت أبي مانو وطالعته من هون، ولما بعدنا عن المكان وقت سمعتك عم تحكي مع جوفين وقال إنك رح تشرفينا لهون، استغربت ليش، بس هالشي خلاني حس بالأمل. لهيك بدل ما بعد وأهرب أنا رجعت ورجعت أبي مانو لجوا. ما بعرف ليش، بس كان عندي إحساس إنك رح تفرحي لما تشوفينا ميتين، ورح تحكي الحقيقة بعد موتنا. وإنتي ساويتي بالضبط يلي توقعت منك تساوي. بس أنا بقدر أفهم، سنين طويلة من الغضب والانتقام والحقد، بقدر أتخيل قديش صعب تدفني هالمشاعر. أنا بصراحة كان بدي أبي مانو يعرف حقيقتك، كان بدي إياه يشوف ويسمع الحقيقة بنفسه. وقتها خطرت لي هي الفكرة، رجعته وخليتك تفكرينا ميتين.